السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم دي الغرفة 90 كاملة بعد استكمال الاعلات بتاعتها وفينش الشغل. حضراتكم الحمد لله التيم بيصرحات زي ما قلنا ونوهنا في الاول انه ده فيديو احلال وتجديد بالنسبة للصرف، والغرف دي بديل للغرف المباني. طبعا حضراتكم كنا عرضنا اثار اللي هي عاملاها الغرف، طبعا مدمرة المكان خالص، فاحنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين ده بنسميه الصرف الصحي او الامن بمعنى صح، ان انت حضرتك يعني بتدفع ثمن الغرفة بس بيبقى شيء زي ما شايف الديزاين بتاعها والكفاءة بتاعتها عالية جدا، زائد انه الشركة يعني مشكورة بتدينا ضمان حقيقي بالنسبة للغرف. حضراتكم تديك الضمان، تبقى الشركة مسؤولة عن القطع بتاعتها، ودي شيء بيبقى طبعا في صالح العميل، وكلنا بنسعى الشركة وفني وعميل ان احنا نقدم افضل ديزاين واعلى كفاءة بالنسبة للعميل. وكده دي حضراتكم نهاية الغطاء. هات الغرفة، هات الغطاء ده، ركب لي الغطاء نزله لي. ده كده حضراتكم الفينش بتاع الغطاء، ومحمد اهو بنزل الغطا، طبع على المسامير بتاعتك. بتنزل، ايوه طبعا تنزل، لانه كده عندي انا عندي اشرح كمان، معلش هشرح الغطا، هشرح الغطا معلش. الغطا ده فيه مقبضين حديد حضراتكم، مقبض اهو ومقبض اهو عشان اقدر امسك بيه الغطا في حاله الصيانه. حضراتكم ده الغطا حاجه محترمه جدا، طبعا بمسك الغطيين يعني، وزائد ان انا عندي اربع مسامير حمايه، مسمار 2 3 4، دول بينزلوا كده حضراتكم، بينزلوا كده من هنا، وبقفل خلاص خلاص كده، وبقفل وبقفل عليهم، بقفل الاربع مسامير بتاعتي خلاص. تمام تمام، مش مشكله مش مشكله كده تمام. احنا عاوزين نوصل هدف واحد بس، ان احنا عندينا مقبضين ان انا ارفع بيهم، زائد ان عندي اربع مسامير بقفل بيهم عشان ما يبقاش عندي ريحه او صراصير او اي حاجه خالص في وقت الصيانه. بفك الاربع مسامير بتاعتي عشان ما اجيش اشيل الغطا والقى الغطا مش طالع معايا، لا في مسامير هنا حضراتكم، وفي مقبضين بينزلوا معايا كده عادي، بينزلوا كده معايا عادي. وباجي في الفتحه دي، الشركه برده عامله لنا مقبض ان احنا بمفك ولا حاجه بنعمل كده، بنطلع المقبض وبنرفع الغطاء. يا ريت كنا فتحت حضراتكم في الفيديو ده، ولو استفدتوا من الفيديو ده ان شاء الله تدعمونا بلايك للفيديو عشان يترفع على منصه اليوتيوب والكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.